هاي اللعبه وديه تجمع المحبه والموده بيننا وبين اخواننا اهل النجف. طبعا احنا ما بيها فوز وخساره، احنا والنجف واحد رايه واحده، وهاي استعدادات على مود تدري بعد رمضان وما رمضان، والعالم تحب اللعبه تشتاق لها اللعبه. فاخواتنا اهل النجف اليوم شرفونا، دائما لعبات بيننا وبين النجف وكربله كلاسيكو يعني ممتع، والعالم تتمتع بهاي اللعبه، والخصمين هم قويين ان شاء الله واحد ماكو فرق. طبعا اليوم حضرنا منتخب المشخاب النجفي، حضر في مباراه وديه مع منتخب كربلاء العريق بقياده سالم النقاش وهاشم عوفي والاخ مهند القصاب. حضرنا حضر جمهور يعني غفير اليوم، لان منتخب المشخاب الاباء بهاي اللعبه وصاحب انجازات، كذلك منتخب كربلاء هم لهم باع ويعني غنيين عن التعريف. استعداداتنا البطولة رمضان الكبرى، بطولة العراق الكبرى، البطولة المركزية بقيادة الأستاذ بطل العراق الأستاذ جاسم الأسود، وإحنا جايين نستعد إن شاء الله رمضان منتخب المشخاب المشارك في بطولة العراق الكبرى.